سيادة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله التركي، شارك وفد من علماء المملكة في ندوة مبادرات وتجارب عالمية في مواجهة الغلو والتطرف، حيث قام وفد المملكة بالتعريف بالصورة النقية للإسلام وتجربة المملكة في بث قيم الوسطية والتسامح. التواصل مع المؤسسات الإسلامية، مع الجالية المسلمة، مع المسؤولين في فرنسا، أولا لبيان حقيقة الإسلام وابتعاد وأن الإسلام بعيد عن التطرف، عن الإرهاب، عن الغلو، أيضا لننقل للناس ما تحرص عليه رابطة العالم الإسلامي من التواصل والحوار بين مختلف أتباع الأديان، نؤكد على رسالة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي يحرص كل الحرص على جمع كلمة المسلمين وعلى التعاون مع الشعوب وأتباع الثقافات الأخرى فيما ينفع الإنسانية بشكل عام. الإسلام مختطف، اختطفته جماعات القتال، لذا كان لازما على الفعاليات وعلى المؤسسات الدينية المعتدلة أن تقوم بهذا الدور، وتعاون مع المملكة العربية السعودية الصدارة في تصديها لمظاهر التطرف والغلو سوف يكون من خلال البرامج المشتركة. الندوة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس جاءت ثمرة للتعاون بين رابطة العالم الإسلامي والفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا والهيئة العالمية للمساجد. المشاركون في الندوة أكدوا على الدور الإيجابي للمملكة العربية السعودية ممثلة برابطة العالم الإسلامي في دعم الجاليات المسلمة والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والحوار ونبذ الغلو والتطرف. خالد الخالد، الإخبارية، باريس.